الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مكملين في الانترودكشن لجافا سكريبت نمبرز برضو، واليوم راح نتكلم عن كونستراكتور جديد. الكونستراكتور اللي معانا هيكون كونستراكتور نمبر. طيب اوكي، انا معرف فاريابل اكس بيساوي 500. انا طبيعي ان ديت الحاجات اللي فاهم ان احنا اتعاملنا معاها، يعني لما نيجي نعرف متغير ونساوي برقم ما في مشكله. لكن انا ممكن برضو اعرف متغير على ان هو اوبجكت واديله الكونستراكتور نمبر. ادوني اخدت بالك ان انا كاتب حرف الان كابيتال لوك ده كونستراكتور، زي ما انا كتبت كده انا كونستراكتور ديت وكتبت كونستراكتور سترينج ومعايا كونستراكتور نمبر، وكنت قلت عن كونستراكتور اسمه اوبجكت، يعني اتكلمنا عن مجموعه من مختلفه من الكونستراكتورز. معانا الكونستراكتور نمبر، وده معناه طيب خليني اقول لحضرتك حاجه. انا لو صحيت السطر ده وانت هتفهمني شويه، انا بقول تايب اوف اكس هيديني ان اكس ده عباره عن نمبر، تمام اوكي. لو انا قمت السطر ده وصحيت تايب اوف واي هيقول لي واي ده عباره عن اوبجكت، ده مش نمبر. حلو الكلام يا جماعه؟ يبقى ده عباره عن اوبجكت مش نمبر. ديت نقطه. في عندهم هنا يا جماعه حاطين ملحوظه بيقولوا دو نوت كريت نمبر اوبجكتس ات سلوز داون اكسكيوتنج سبيد. ما تستخدمش الطريقه بتاعت النمبر اوبجكت اللي هي نيو نمبر، يعني في انك تتصرف عن متغير من نوع ارقام، لان ديت لان ده بيبطئ من السرعه. ده كود نيو كومبليكيت ذا كود، واحيانا بتعمل لي انكسبكتد ريزلتس مشاكل. فخلينا في الطريقه بتاعتنا لما نيجي نعرف متغير لان هو نمبر var x بيساوي الرقم. بلاش تستخدم القضيه نيو دي في انك تعرف متغير من نوع نمبر، لان او اوبجكت كونستراكتور، يعني تستخدم الكونستراكتور نمبر في انك تصرح عن ايه، عن النمبر، لان ده بيعمل لك حبه مشاكل في الكود. طيب اوكي خلونا نرجع كده ونقول لو انا استخدمت الكومبيرنج معامل المقارنه بقول دوكيمنت رايت اكس، هل اكس يا جماعه بتساوي واي؟ 500 ماشي، ما فيش مشكله تمام. هتفهمني انت بقى لو انا صحيت السطر الثالث هل اكس بتطابق واي؟ لا فولس، لان ده ها لان ده تايب بتاع التايب بتاعه ايه؟ التايب بتاعه عباره عن نمبر، وده التايب بتاعه اوف اوبجكت. انت بتقارن ما بين حاجتين مش متطابقين، فعشان كده الناتج راح يرجع لك فولس. ففي الغالب كده هم ايه؟ حطوا لك زي تلخيصا من الاخر. حتى لو كانوا الاثنين يا جماعه او الاثنين لو كانوا نمبر، يعني بص انا لو رجعت تاني ورحت السطر ده هو تمام وخليته على الاكس ونومت السطر اللي فوق وطبقت ما بين الاثنين اهو، يعني بص هو نفس السطر بتاعهم هم ده نيو نمبر قيمته 500 وده اوبجكت، ولكن الاثنين مش متطابقين. هو حاطط لك تقصير نوت ذا ديفرنس بتوين الاثنين زي بعض كومبيرنج تو جافا سكريبت اوبجكتس ويل اولويز ريتيرن فولس. انت لو بتقارن ما بين اثنين اوبجكت في جافا سكريبت النتيجه مضمونه فوز، حتى لو كانوا الاثنين متطابقين تماما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.